تعاملتش معهم مقدما، هذا قرار عندي يعني نهائيا، لانه ما تعاملناش معهم حتى درجه اننا محتاجين، احنا ليجر محتاجين انهم يعاونونا. لو حتى غنوصلوا عاد غنجيو حتى يرجعوا، حنا عندنا الامكانيات انه نصوروا الكليبات وننتجوا كليبات، عاد غنتعامل مع شركه، انا ضد انه نتعامل مع شركه اللي فيها احتكار وعقود وداك الشيء. فانا قلت براسي والحمد لله يعني بولانس، ما غنوقعش كرفض الشركه الاماراتيه. ماشي بالضروره حيت اولا الستيل اللي كنغني انايا ماشي خليجي، وابارسا انا كنرتاح بوحدي، ما كنبغيش شي واحد يتحكم فيا وكيقول لي غني هادي ما تغنيش هادي، خدم هنا ما تخدمش هنا. انا واحد الانسان اللي عندي نيشان وما داخلش كما كيقولوا الدومين بجوج وجوه، انا ديريكت. الوغ ما يمكنليش نتعامل مع شركه اللي كتامرني ندير شي حاجه، ما كيعجبنيش انا شي واحد اللي كيقول لي دير شي حاجه. انا كنشوف انه اللي قادر ديرو ديك الشركه قادر نديرو انايا وما يحتاجش.